حسب التكامل من واحد الجذر او ديال واحد على اكس عامل 3 زائد 2 الى اكس الكل اس 3. اذن اي تساوي التكامل من واحد الجذر او، عندنا واحد على اكس يمكن نكتبها على الشكل هذا، هي واحد على اكس طلعها البسط 3 زائد 2 الالان ديال اكس الكل اس 3. اذن الى خدينا 3 زائد 2 الالان ديال اكس بريم شنو غتعطيني؟ غتعطيني هي 2 الالان ديال اكس بريم هي 2 على اكس، وبالتالي ف 1 على اكس. اذن يمكن لينا نكتب على الشكل هذا، اذن تكامل من واحد الجذر او 1 على اكس هي 2 3 زائد 2 الالان ديال اكس بريم. إذن على 3 زائد 2 الالان ديال اكس الكل اس 3 هنا دي اكس. اذا حنا كنعرفوا بانه الا كانت عندنا اذا قبل ما ندير العلاقه، اذا واحد جذر او 3 زائد 2 الان اكس غنطلعها البسط شنو غادي ترجع؟ ترجع 2 3 زائد 2 الالان ديال اكس بريم عامل الثلاثة زائد 2 الالان ديال اكس الكل اس ناقص 3 دي ديال اكس. اذن احنا عندنا واحد الصيغه ديال اف بريم اف ان، دونك الى كانت عندنا هذه الصيغه هذه فالداله الاصليه ديالها راه هي اف ديال ان زائد واحد على ان زائد واحد. اذا غادي نطبقها على التكامل اللي عندي. اذا عندنا من واحد الجذر او ديال 2، اذا بالنسبه لينا حنا اف هي 3 زائد 2 الان ديال اكس. اذا غادي ترجع اولا مباشره غادي ندير الداله الاصليه، اذن ديال 2 ديال 3 زائد 2 الالان ديال اكس. احنا عندنا ناقص 3 زائد 1 هي ناقص 2 على 2، اذن من واحد الجذر او. اذن حاولوا نبسطوا التعبير اللي عندنا، اذن 2 ب 7 2، اذن كيبقى لينا 3 زائد 2 الالان ديال اكس الكل اس ناقص 2 راه هي 1 على 3 زائد 2 الالان ديال اكس الكل اس 2 1 جذر او. اذن دابا غادي نعوضوا. اذن عندنا 1 على 3 زائد 2 الالان ديال جذر او الكل اس 2 ناقص 1 على 3 زائد 2 الالان ديال 1 راه هي 0، اذا 2 الالان ديال 1 الكل اس 2. اذا الالان ديال جذر او راه هي الالان ديال او اس 2 راه هي 1 على 2 الالان ديال او، اي هي 1 على 2. اذا 1 على 3 زائد 2 في 1 على 2 ناقص الكل اس 2 ناقص 1 على الالان ديال 1 هي 0، اذا 3 اس 2. اذا عندنا 2 في 1 على 2 هي 1، اذا 1 على 4 اس 2 ناقص 1 على 3 اس 2. اذا نحدد المقامات، 16 مضروبه في 9 هي 144، وهنا 9 ناقص 16 اي ناقص 7 على 144.